برانديفو الموعد هو الأحد 16 الشهر ببلدة دير القمر، ومعنا باستوديو السيدة سليمة غريب بستاني رئيسة إقليم الشوف الأعلى بكاريتاس لبنان. فإذا الموعد هو مع كاريتاس بدير القمر لنشوف شو هو النشاط يلي عملته كاريتاس بهالمنطقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، بونجور. كاريتاس وين ما كان موجودة بلبنان وحد الجميع، يعني إن كان بالسراء والضراء إذا فينا نور، خبرينا شو نشاطكم خاصة بالضراء. يعني نحن لحتى نكون بالسراء والضراء صراحة نهار الأحد عاملين نشاط جربنا نطال فيه كل الفئات العمرية. رح نبلش على الساعة 3 بنشاطين متزامنين. النشاط الأول هو رالي بيبر للفئة العمرية بين 10 و 15 سنة، لأنه هيدي الفئة بشكل أساسي يعني بتنسى بالنشاطات. هل رالي بيبر هو عفت جو دو بيست اكثر من رالي بيبر، يعني الاولاد رح يكونوا على الطرقات الجوانيه الداخليه لدير القمر ليكتشفوا اول شيء جمال هيدي البلده، ولحتى من خلال نشاط ثقافي وترفيهي بنفس الوقت يقدروا يحصلوا على جوائز، يتعرفوا على بعضهم ويتعرفوا على التاريخ وعلى البلده، خاصه انه مش بس من دير القمر، في عندنا كثير فرق جايه من الجوار. هيدا منبلش فيه. بالتزامن بيكون في عنا فورم للشبيبة، فورم لكل النشاطات أو الحركات الشبابية اللي هي بتشوف دعيت كلها لحتى تكون موجودة على الساحة، يتعرفوا على بعضهم والناس تتعرف عليهم. هيدا من 3 تقريبا للساعة 5. من بعدها بيكون في نشاط للولاد مع بي إيفنتس يلي رح يقدموا أنيماسيون ورح يقدموا ألعاب خفة وكاركترز، يعني يكونوا يلعبوا مع الولاد. ومن بعدها رح يكون عندنا شو مع الويتيام آر شو باند، ميوزيكال باند مع بيركاشنست وفاير شو. لا هيدا كله مجاني موجود على ساحة دير القمر يلي رح تكون مفتوحة للجميع بهيدا النهار. ومن بعدها رح نختم سهرتنا مع الفنان جو قداح يلي رح يقدم الون مان شو تبعوله بس بالمونهيل، وهيدا النشاط رح يكون في عليه سعر رمزي. كاريتاس ليش تعمل نشاط من هالنوع؟ هل هو لحتى تكون قريبه من الناس يتعرفوا عليها اكثر ويحسوا يعني بوجودها وبالمسؤوليه اللي عندها اياها، وهيك بحسوا بمسؤوليتهم كمان 100%؟ وهالنشاط بيكون سنوي؟ هلا نحن الهيئه اللي استلمت جديده، يعني نحن بنتامل انه نقدر نعمل هالنشاط سنوي. هيدي الاستراتيجيه تبعنا انه نعمل انشطه مختلفه بتخرج شوي عن التقليد لحتى نفرجي الناس او لحتى نخلي الناس تحس انها هي كاريتاس كمان، مش بس الهيئات المتطوعه او الشبيب المتطوعه هن كاريتاس، كلنا كاريتاس، كلنا من خلال السلوى والمرح تبعنا، كلنا من خلال نشاطنا او اي شغله بنعملها قادرين انه نساعد. عشان هيك نحن نهارنا سميناه مثل ما عم تشوفوا بنتسلى لنساعد، يعني من خلال كل هالمرح رح نقدر نجمع شويه فاندز او اموال لحتى نقدر نامن فيهم المشاريع المساعده اللي عندنا اياها. والجو قداح اكيد دائما موجود وجاهز، ونحن حقيقه بنتشكره لانه يعني قدم لنا حاله بهيدا النهار. تحيه له. كمان هون عم نشوف صور من ماراثون. كمان كاريتاس الشوف عم بتجرب تكون موجوده بكل مناطق الشوف وبكل الانشطه يلي عم بتصير بالشوف. ماراثون بعقلين بلشنا فيه وقت اللي عملت عدد من الجمعيات منهم جمعيه لنا على دعوه منهم شاركنا بالماراثون يلي انطلق من بعقلين لدير القمر. ونحن كمان من بعدها عملنا بنمشي لنساعد، رحنا مشوار على محميه ارز الشوف، وهون كمان بتشكر المحميه وادارتها يلي قدمت لنا الدخوليه ببلاش. كان عندنا مجموعه تقريبا من حوالي 70 شخص مشيت معنا، وهدفها طبعا كمان كان للمساعده، يعني عم نجرب نعمل انشطه مختلفه بتطال الاذواق المختلفه لحتى نقدر من خلالها نامن شويه تبرعات للمساعده. هيك بتكونوا عم تساعدوا من خلال التبرعات، وبتكونوا عم تساعدونا من خلال انه نكون عم نمضي اوقات حلوه شوي ممتعه وبلقاءات كمان أكل. حلوه. ايه صحيح. هون كمان عم نشوف بالارز. نعم هيدي كله بالمحميه. صحيح صح. وهيدا النشاط كان حقيقه كثير كثير حلو لانه اول شيء الطقس ساعدنا جدا مثل ما عم تشوف في شويه تخطيطه، كان يعني هالبرود يلي ما زعج حدا،
وكان في نقينا طبعا هون بتشكر كل اللي ساعدونا بهذا، كان يعني عم نتكل كثير على المتطوعين وعلى العمل الانساني الخيري. بتشكر حقيقه الاشخاص اللي ساعدونا لحتى ننقي تراك ما يكون مزعج لحتى كل العائله تقدر تمشي فيه. كان معنا اولاد 5-6 سنين وكان معنا كبار ومسنين حتى. عادة 5 سنين يعني بيكونوا بلشوا ايه انشط منا يمكن بدهم يفضوها صح. بس كمان كاريتاس يعني منيح نرجع بس هيك نذكر المشاهدين شو عم تعمل خلال يعني كل هالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها. مثل ما عم تقولي في ظروف صعبة كتير، كاريتاس بلبنان عندها نشاطات مختلفة، كل إقليم بجرب يلبي الحاجات يلي يعني حاجات البلدات والضياع يلي بغطيها هو. نحن بالنسبة للشوف بشكل أساسي النشاطات اللي منغطيها هي المساعدة على مستوى الطبابة. نعم. يعني عندنا مستوصف بيستقبل الناس، والهيئه هيئه يعني مكتب الاقليم بيدرس الحالات اللي منا قادره انها تطبب حالها او تامن الادويه لحالها، نحن بنساعدهم. بالاضافه طبعا لاعمال خيريه مختلفه مثل انه اذا حدا بحاجه بيقدم طلب، يعني شو في حالات نحن بنقدر نساعدها، عم نجرب نكون قد مع الناس قد امكانياتنا يعني، لانه الاقليم بعده عنده كمان هو عنده حاجاته. وكاريتاس موجوده بعده مناطق بالاقليم؟ نعم، هلا نحن الاقليم تبعنا بغطي من نحن بسمونا الاقليم الشوف الاعلى، يعني بنغطي من المشرف لنيحه صعودا ومن مهري لبيتر، يعني الدائره واسعه جدا. عم نجرب كمان قد ما بنقدر نكون بالمناطق يلي ما فيها مساعدة أو يلي هي بحاجة لنا قد ما بنقدر بشعب الليك. يوم كاريتاس يعني عندها مصداقية معينة، بس أكيد يعني الناس كلها تعبانة فبصير يعني في يمكن طبقة معينة مرتاحة بلبنان وبقية صح. الطبقات صارت يعني مزبوط. عندها مشكلة، بس مع هيدا وكله بتضلوا حاسين كأنه أنه الناس على مصداقيتكم بيتعاون. ما معقول يعني مثل ما عم تقول الناس تعبانة، ومنشان هيك نحن كمان عم نجرب نخفف على الناس ونغير بالنشاط، نجرب نعمل قد ما بنقدر اشياء كمان هالانسان اللي بده يساعد واللي بده يتطوع عم نجرب نخليه يعني يكون هو عم يستمتع بهيدا الشيء قد ما بنقدر، نخليه يستمتع، نخليه ينبسط بالنشاط يلي عم يلي عم بيساعد من خلاله. وطبعا اكيد الاتكال على المصداقيه والاتكال على كثير اشخاص مثل ما بيقولوا ذوي ايادي بيضاء طبعاً. وهن يلي بشكل اساسي عم بيكونوا معنا وحدنا. فاذا الحدث او النشاط هو نهار الاحد ب 16 شهر ابتداء من الساعه 3. نعم. والدعوه عامه؟ دعوه عامه ومفتوحه، بنتامل حضور الجميع، بنتامل حضوركم كمان اذا بتحبوا تطلعوا. نتمتع ببلده يعني عريقه وكثير حلوه من لبنان دير القمر، وبنفس الوقت بنكون عم نمضي وقت صح. ممتع من بعد الظهر لعشيه، وكمان ختامها مسك مع الفنان الكبير جوقداح ومع كل الاشياء الحلوه اللي عم يقدمها. صحيح. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. رانديفو على كل حال في اكثر من موعد بلبنان هلا اسبوع، خلينا نشوف. غستا فيستيفال 2015 من 18 ببلش ب 28 الشهر. بيت مهرجانات بيت ب 15-16 الشهر. ماراثون حرمون ب 11 اب 16 الاحد لكان. وببيت الدين في بيت الدين ارت فيستيفال لكل اللي حابين يتمتعوا ببيت الدين وبهالمهرجان. وفي هلا ومتابعين نحن وياكم مع لايف مع اي ويتنس، خليكم معنا.